وكابل تاني تصدر الأخبار بالويك إند وهني كارلي كلوس وجوشوا كوشنر يلي تزوجوا يوم الخميس بعرس عائلي وحضروا تقريباً 80 شخص من الأصحاب المقربين والعائلة. وكارلي لبست فستان كاستم ميد من ديور وحيعملوا عرس ثاني بالربيع حيحضروا كثير من أصحابهم المشاهير اللي كثير منهم هنوها على إنستغرام من بعد ما نشرت هالصورة من العرس ومنهم هايدي كلوم، غوينيث باوترو، بريانكا تشوبرا وكيندل جينر.